السلام عليكم الخوت، جيسبر تكونوا مزيان، جيسبر تكونوا كاملين نتوما ولاباتكم مزيان ان شاء الله. نتمنوا الخير. عشيري هذا معايا ابي وقت الشده، عشيري هذا معايا يستاهل كل الهدايا. خاصه بزوج جوبونس ما كتسمعش هذا اللي حاسس بيا. نعاودوا ازرو. السلام عليكم الخوت، جيسبر كاملين تكونوا مزيان ان شاء الله. نهار سبيسيال، نهار مشمش كيف العاده ان شاء الله. جو زوين عندنا في المغرب وان شاء الله كاملين تكونوا مزيان نتوما وكليباتكم. اليوم ان شاء الله غادي يكون لوبجي كيفاش دوج كلبك، ولا احسن ماده اللي دوج بها الكلبك وتبقى تشم فيه الريحه زوينه والزغب ديالو يولي زوين. ودابا راه تقريبا كاع الكلاب سواء صغار سواء كبار كاملين فيهم البداله ديال الزغب، وكيفاش تتعامل مع الزغب في الدوش باش ما تهرسلوش ولا ما طيحلوش الزغب ديالو، هو باقي ما وجدش باش ما يطيحش. نتمنى ان شاء الله كاملين توصلكم الافاده، ونخليكم قبل ما ندوش الكلب نخليكم كيفاش غادي نطويي ليه بلاصتو اللي هو المنزل ديالو البراكه ديالو ولا كل واحد شنو كيقول ليها كيفاش غادي نطويها. كلشي كينطوي البراكه ديالو، مي ندير واحد الفيديو صغير زوين نخليكم ان شاء الله كاملين. بيس تهلاو لي فراسكم وتهلاو في كليباتكم. واش الخوت رجعنا دابا غادي في النيتواج. غنحتاجو جافيل، ديرونا في هاد الرشاشة، غنحتاجو سالي كاروا و تيد تنخرط تيد و جافيل، و في اللخر تندير سالي كاروا على الريحة باش تبقى ريحة زوينة، و تندير لاك صافي. و نعطيكم واحد النصيحة أخرى، اللي كيطلع يلعب مع كليباتو ولا ينيطوي ليه ولا شي حاجة، بخصوص على ما أظن المانيروا اللي هو العيب ديال المانيروا هو فمو. والله العيب ديال المانيروا هو فمو، فمو كياكلو باسل بزاف. اللي كيطلع عند الكلب ويلعب معاه بزاف ويعطيه وقت بزاف يحاول يخصص له حوايج خاصين بيه، وصحاب المانيروا راه يعرفهم، يحاول يخصص له حوايج خاصين العيب ديالو خصوصا العيب. دابا هاي حاول يخصص الحوايج خاصة من الأحسن، ونخليكم مع الفيديو. واش الخوت احنا رجعنا لكم من جديد. شوف كيفاش ندوش ليها، تحتاجو شيتا هذه شريحه بيان سي غادي تشريوها والماء تندير المدافي ما تنديرش ما بارد ولا شي حاجه، حيت بحال الجو باقي بارد حنايا في شهر جوج. و نقول لكمش اول مره غادي نجرب الصابون البلدي ولا شي حاجه، ديما كنت ندوش الكلاب بالصابون البلدي. الصابون البلدي ها هو اللي عندو واش تاع بها تندير شي جوج ولا خواكوش ابخي ديك الساعه اللي بغا يدير
يدوش المورا مرتب البلدي باش يخلي في كلبو شي ريحه زوينه يدوش له شي شامبوان اخر ديال الكلاب ولا كاديف تنزح انا بكاديف ما كانش كاديف تندير انا في الاخر ثلاثة تنشوفو داكشي تندير بوربو هذا بوربو بريحة الورد ديال الدراري الصغار ديال بزاف حوايج ديال الصباب اللي تكون فيهم الريحه انا حتى تنشوف داكشي تندير دير شويه فوقها ترش شويه فوقها باش تبقى فيها ريحه زوينه وناعمه حاولوا تولفوا كلابكم منين يكونوا صغار حاولوا تولفوا منين يكونوا صغار تحاولوا تولفوا من الماء ما يخافوش من الماء ما تخافش من الماء تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك كيف شتو الخوت سي بون ساليت ليه الدوش المور غنخليها حتى تنشف ابخي ديك الساعه عاد غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لها البوربو هذا ها هو حتى الاخر ديك الساعه غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لها البوربو حتى تنشف ان شاء الله سهل حتى هو باش تبقى ريحه زوينه حتى هكا ما شاء الله راه كتبقى فيها ريحه زوينه خوت انا رجعت لكم سي بون من البوربو دوش فاش نسالي الدوش كيف قلت لكم تندير تنستعمل هذا بوربو كاين بوربو مرخص منه تنستعمل هذا بوربو بريحه الورد تتسالي تتنشف مزيان تترتاح عاد ديك الساعه تندير فوق شويه بحركه و تدير بيديك صافي علاش نتمنى كامل الخوت تكون عجبتكم الحلقه نتلاقاو ان شاء الله في فيديو زوين واللي دوج الكلاب بهذا يرفض عليا والله ريحه زوينه كتبقى فيه ما شاء الله اللهم بارك وتهلاو كاملين بيس نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده اخرى